الاستاذ حاتم رضا المنسق الاعلامي لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا استاذ حاتم. تحياتي كابتن يا دوس كابتن وسام، تحياتي لحضرتك ولكل مستوى وكل مشاهدي قناه الاهلي وبرنامجك المحترم. قول لي بقى ردود فعل الجهاز الفني للكابتن محمود جابر، خصوصا ان مصر وقعت في المجموعه الاولى اقوى مجموعه، معانا نيجيريا السنغال موزمبيق كلها مباريات تقيله. والله كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت في المقدمه بتاعتك بالظبط، يعني احنا منتخبنا احنا الحمد لله والشكر لله عندنا منتخب مميز جدا وعندنا عناصر كويسه جدا الحمد لله. يعني القرعه ما خدمتناش شويه ويعني وقعنا في قرعه تكاد تكون صعبه جدا او يعني نقول مرعبه بكره الكوره يعني. لكن طبعا الكابتن محمود جابر للامانه راجل كان متوقع حاجه زي كده، لانه في المرحله دي كابتن اسامه التصنيف بيتم بناء على النتائج في اخر دورتين للبطوله دي، وبالتالي كنا عندنا معلومه انه هيكون منتخبين جامبيا واوغندا هيكونوا على راس المجموعات، وبالتالي كنا متوقعين انه توقع معانا في مجموعتنا منتخبات كبيره بحجم نيجيريا والسنغال. وعايز اقول انه برضو المنتخبين دول بيضموا مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، اسوه برضو بالمنتخب الاول، وكلنا شفنا السنغال عامله ازاي ومشروعها الكبير ووصلها لغايه فين حتى وصول لكاس العالم وتحقيق نتائج مميزه يعني. الحقيقه كابتن اسامه عايز اقول لحضرتك انه كابتن محمود جابر يعني كان ليه جلسه مع اللاعبين بعد ما يعني بعد ما تم سحب القرعه، على طول راح قعد مع اللاعبين وقال لهم احنا جاهزين لاي منتخب، اي حد او اي منتخب عايز يفوز بالبطوله ما يهموش هيلاعب مين وما يهموش اي اسماء، احنا هنلعب المنتخبات كلها، كل المنتخب بنحترمها، ما عادش في اي منتخب اسمه ضعيف او منتخب يعني مضمون، لكن كل المنتخبات هنعملها احترامها، احنا منتخب مصر منتخب كبير جدا، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده لعيبه محترمه جدا جدا جدا، سواء من المحترفين او من اللعيبه المصريين او حتى المحترفين في الخارج. وعايز اقول لحضرتك يا كابتن اسامه انه كابتن محمود جابر وجهازه يعني استدعوا على مدار اكثر من عامين حوالي 30 لاعب محترف في الخارج من كل الدول الاوروبيه، من تركيا لفرنسا لالمانيا هولندا، كل القائمه يا كابتن اسامه. واحنا دايما بنغطي كل الاخبار بتاعت منتخب الشباب. نظام البطوله يا استاذ حاتم، خاصه البطوله ثلاث مجموعات، احنا في المجموعه الاقوى، نظام البطوله ونظام الصعود للادوار التاليه بعد كده. شوف يا كابتن، هي كانت البطوله قبل كده بتتم بمشاركه 8 منتخبات، يمكن النسخه الحاليه هتتم بمشاركه 12 منتخب، هي هتبقى اصعب شويه. 12 منتخب كل مجموعه فيها اربع منتخبات، بعد كده بيصعد ان شاء الله الفريق الاول والثاني من كل مجموعه زائد منتخبين افضل منتخبين من التوالد، فبيكتمل في الدور اللي هو الثاني بيبقى 8 منتخبات ان شاء الله باذن الله يكون يعني اذا ان شاء الله رغم صعوبه المجموعه لكن فرص مصر للصعود للدور التالي ان شاء الله بنسب كبيره يعني. بالتاكيد ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وبيصعد طبعا يا كابتن اسامه اربع فرق لكاس العالم، وانا بقول انه يعني ان شاء الله باذن الله دي بطولتنا ان شاء الله يا كابتن اسامه، وان شاء الله باذن الله منتخبنا ورجليتنا ان شاء الله على قدر المسؤوليه، وان شاء الله يسعدوا الشعب المصري ويأكدوا ان الجيل ده هو مستوى الكره المصريه، اكيد كلنا هنقاتل عشان منتخب مصر يتوج بالكاس ديت، لكن بالتاكيد طبعا الوصول لكاس العالم وانتزاع بطاقه كاس العالم اعتقد برضه ده حلم كبير جدا لهذا الجيل، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. النهارده كان في تجربه وديه ومباراه وديه امام منتخب غانا للمحليين، انتهت بخساره منتخبنا الشباب 2، لكن شايفها تجربه قويه. رد فعل الجهاز الفني عن التجربه دي. والله يا كابتن اسامه بالظبط، يعني كابتن محمود جابر كان واضح جدا في كلامه مع اتحاد الكره انه انا عايز منتخبات قويه جدا، عايز العب يعني هو الراجل حتى في مصر حتى لما بيكون في صعوبه ان احنا نستقدم منتخب افريقي نلعبه، الراجل بيطلب مشاركه او بيطلب عفوا اللعب مع فرق دوري ممتاز، يعني ما يقدرش حتى يجيب اللي هو فرق اللي هي مواليد 2003 او كده، الراجل بيجيب الفريق الدوري الممتاز في مصر او بيجيب منتخبات قوية جدا، وده واضح جدا في الودية بتاعت النهارده مع منتخب غانا الاول المحليين. وعايز اقول لك يا كابتن اسامه انه النهارده كنا بنلعب منتخب فرق غانا اللي هي بتشارك في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، كلهم لعيبه، يعني عايز اقول لك لعيبه سوبر، يعني كلها لعيبه اللي هم بينافسوا على البطولات. علشان كده بقول ان دي تجربه مفيده رغم الخساره.
بالتاكيد بالتاكيد. ومع ذلك عايز اقول لحضرتك انه يعني والله صدقني يا كابتن اسامه، للاسف المباراه ما كانتش مذاعه، لكن احنا النتيجه لا تعبر تماما عن سير اللقاء وعن تمام. الاداء. اهدرنا اكثر من فرصه، صلاح باشا ايشو كل اللعيبه، كان مصطفى اشرف المحترف النهارده كان برضه فيه طيب، تاكيد. وانت بتكلمنا عن المحترفين بقى، قول لنا ابرز الاسماء المحترفه اللي ضمها كابتن محمود جابر لمنتخب مصر. والله يا كابتن انا معايا قائمه والله يا كابتن اسامه فيها اكتر من 25 او 30 لعيب كمان، لكن انا عايز اقول لك انه اللي موجودين في المعسكر الحالي. بالظبط كده، اللي يعني المميزين او اللي هم اثبتوا قدرتهم ان هم يكونوا موجودين ويمثلوا منتخب مصر. عندنا احمد نادر السيد في حارس المرمى، عندنا مصطفى باشا، عفوا صلاح باشا، عندنا مصطفى اشرف، عندنا عمر عبد المجيد. دول الاربعه اللي هم مميزين وكويسين جدا. طبعا تم اختيار مجموعه ثانيه كان فيه رامز حفظ الله واكثر من اسم ثانيين، لكن الرباعي ده هو اللي يعني اثبت كفاءته واللي ماشي كويس جدا، والجهاز الفني شايف ان هو يعني يستحق ان هو يمثل منتخب مصر. ويضم برضو منتخب مصر 6 لاعبين صح من النادي الاهلي، صح كده يا استاذ حاتم؟ بالتاكيد بالتاكيد، 6 لاعبين بالتاكيد اكيد يعني الكابتن محمود بيضم العناصر المميزه من كل اكيد. الفرق والانديه. طيب واكيد الفترة القادمة بقى المنتخب مصر، المعسكر القادم امتى؟ خلاص الترتيبات او الامطار الاخيرة قبل انطلاق البطولة ان شاء الله. بالتاكيد هو يعني لسه ما فيش يعني ميعاد محدد للمعسكر الاخير، لكن كابتن محمود جابر بشكل مبدئي عايز يعمل معسكر طويل. كابتن اسامه قبل البطوله انت عارف انه اللعيب المصري بيحتاج ان هو يخش في الاجواء، وبنقفل عليه كده او بنعمل معسكر طويل قبل البطوله عشان يخش في اجواء البطوله. اعتقد ان شاء الله هيكون في معسكر طويل قبل البطوله، يعني اعتقد هيكون يوم 20 يناير. حضرتك عارف ان البطوله ان شاء الله يوم 19 فبراير اول مباراه لينا، اعتقد هيكون في معسكر يوم 20 او 30 يناير ممتد بقى حتى ان شاء الله البطوله. واكيد وان شاء الله احنا عايزين على ان يكون في دوره ثلاثيه من المنتخبات اللي هي هتشارك في البطوله، بس في مجموعات اخرى مش مجموعاتنا. ان شاء الله يكون في تنظيم دوره ثلاثيه في مصر هنا قبل البطوله ان شاء الله، بحيث برضو منتخبنا ان شاء الله يكون على اتم استعداد للبطوله. عايز اشيد بدور وزير الرياضه النهارده الدكتور اشرف صبحي واستاذ جمال علام، كانوا موجودين النهارده في الفندق واخذوا جلسه مطوله مع اللعيبه واكدوا ان كل طلباتهم مجابه. وفي المقابل قال لهم احنا مصر ما تقلش عن اي حد، ومصر مكانها الطبيعي ان هي تنافس، وان شاء الله باذن الله يعني يكون الكلام ده له مطلوب كويس، وان شاء الله باذن الله نسعد الشعب المصري. واحنا دايما هنتابع وهنكون متواصلين معاك، وكل الدعم لمنتخبنا للشباب في التوفيق ان شاء الله، بالتوفيق في المرحله القادمه. بشكر الاستاذ حاتم رضا منسق العام لمنتخب الشباب.